عايش بوش احد الجوامع ببيروت، وكنت شوف الناس المحتاجه كيف بيوقفوا بالصف لياخذوا افطار. الافطار كان كنايه عن رز لكل الشهر، والطريقه اللي كان بيتوزع فيها الافطار طريقه كتير هيك الواحد صعب انه يشوفه ما يتحرك. من هون طلعت الفكره، جبت كيس كبير حطيت بقلبه تو برجرز، حطيت بقلبه مصاري، حطيت بقلبه سويت. صاروا العالم يتجمعوا على باب الجامعة من صلاة العصر، لاين يكبر ويكبر لحتى ما آخر يوم برمضان هذيك السنة وزعنا 200 وجبة.